ودعا الرئيس السيسي إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. كما أكد السيد الرئيس أن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الأوكرانية ترتكز على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل دبلوماسي، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة. وكما نواجه قضايانا الإقليمية، نسعى أيضا إلى معالجة القضايا الدولية، حيث يشهد العالم منذ بداية العام الجاري عواقب استمرار الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وترتكز ثوابت الموقف المصري من هذه الأزمة على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة.